يا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. مرحبا بلي من هون، شو رحلتنا؟ شو هيروندنا؟ حبولي من متابعيني من بريبي مش تحج مخوستن أوزي وجوكي متشيكر من نصورون، وحتي من محمو حسين عزيمات كريبي، وحتي من أموبي من باري وارفوم، ووعدوا هرو أمكي أوزي تشيكن هبدرا. أصدقائي وعدكم بدي أسوي لكم أوزي، طلبتوا مني وفضلوا نشوف الطريقة. أصدقائي هون عندي نص كيلو رز، رز الطويل، رز الكويس جبته، نقعته صار لي نص ساعة، صفيته، حلمنا نطبخه. وعندي هون بازيلا، وعندي هون مكسرات، وعندي لحمة ما بحط، هاي هون نص كيلو لحمة عندي ما بحط، ربع كيلو بدي أحط، يعني كيلو رز بتحطوا نص كيلو حسب العيارات بتساوون، حسب اللحمة اللي بتقدروا بتحبوا انتو، هان اختياركم. هبولي من واكي وادي من نيف كيلو رز من نامكر لو نكر سيزوكي مكسرات بروجا مهنا وتشحس كل من تكين تاكني ناشر تها وقت كتش هنا هنا بس بعيب ودكني ام فستق حلبي جوز كاجو بعيب هبنا مول هابي اكي تاكمي وبازيلا من البارودي دارخص من نامكر جبيز بي مكربي فريزا ايفوني مموني قرطية حتى نضي تريما مونا وبرو بوجا مهايا نوكنا امير زيخو تشيكن. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كابتشي كروي المعكري امير اكنا باري كور زيخو تشيكن امير كوشي ببالشن قوشتي خو تشتي خو بقاورين حتى رزي ما دكالي نفضي رز. بسم الله الرحمن الرحيم. نطبخ رز طبخ عادي بس في شغلات بدنا نحط لها هلا، نحط لها ورقتين غار وعود قرفة، عودين بدي احط، ما عندي ضمان كبار، ضمان عندي مكسرات حبوني من هون بدي طريقة مش هيك نطلع كابتشي خوي نحط نيت كابتشي مكري هاكي برو ما يجي بيتنا معلش هو نابي كابتشي بهار مشكل كابتشي تشتشي كورنا اي مازر كابتشي هم بوزي كابتشي بباري باش معلي تعمل فوقوش كل مكر ناكري يعني كيبي رو كابتشي اي تشتشي حطيت معلقة بهار حلبي بوز المعلقة فلفل أسود يعطي نكهة، في منهم بيحطوا في منهم ما بيحطوا، حطيت معلقة ملح، خلي هيك شوي بالسمنة تنقلى، هلا بدنا نفضي مي، عشتوا أصدقائي إذا عندكم إيش اسمه مية اللحمة أو مية الفروج فيكم تحطوه، أنا ما في، حطيت كعبين ماجي دورتهم بالمي بهالشكل. هبولي من قوفي قوز جامعة هاي تيكني تنايا دكو بك مادي خو قوفي دو بحالينا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا روند قوفي دو بحالينا مادي خو معني نوف الرز دو او نابي ومي حسب الكمية اللي عندكم حاشتو هيك حاشتو وهذا الرز كتير بيشرب مي وما بتتكسر معكم. هلا بنغطي عليه وبنطبخ لحمتنا. بدي احط شي 200 غرام هيك حاشته ربع كيلو يعني عندي هون نص كيلو حطيت نص هلا شوف كيف بدنا نطبخ اللحمة كمان كمان شوية ملح كمان نص معلقة بهار حلبي شوية فلفل أسود هبولي من وادي مسكر في بالي سبع بهارات فيك شوية
أنا بقاورينا يا دوازي تشيسي كامو زيتي خوتيكني هندك شي بسيط بس معني في بقاوري بسم الله الرحمن الرحيم أنا مبسكفة حطيت كم معلقة زيت خلي تنقلى لحمتنا أصدقائي نقلى لحمتنا هلا بدنا نفضي بازيلا فوقه خلي شوي نقلى مع اللحمة كمان ونطفي حبولي من ما قشتي خو قوران ما بازيلا خو بشكل سار بلو تشكي هم واكي بيج داكو فير او ببي وامي فامرينا اصدقائي خلصنا هون البازيلا واللحمة وطفينا تحت الرز وهلا بدي اقلي مكسرات بسم الله الرحمن الرحيم حطينا معلقة سمنة حوالي نص معلقة بشوي لتحمص المكسرات معنا مثل ما قلت لكم هاي اختيار لكم حوالي من ما او خلص كده بشتي خو بازيلا خو بوبي ورزي مبرو ما بام رانديتو بس انا اخنو بنا وبكم ازي اخنو بوشكا وميجي تهب هبتكا سيوني لخنو ساكن عم كي تشوتشيكا بحطي رز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هلا بشيل هدول العيدان اللي شو اسمه قرفه والورق الغار نكهتها كتير كتير طيبة حبولي ما بوشكر نوكنو مي بازيلا وشتيخو بوشكن سار بسم الله الرحمن الرحيم هلا بفضل المكسرات فضية لحمة السوا خلي ما يطلع فيها كونتيب بشكلي امينو كنو راند هاك دخن وبلو صور ببي ام جارمن كون تكنيتشا اصدقائي رزنا برد قبل ما رزي ما وبي هون عندي رقايق قبل ما كنافة هو و بوري كندا هو بايا ربي ما من هوني رد ناجحة هوبا بسم الله الرحمن الرحيم أنا زارت كخوفي توني هنا بشكل هنا أمي هنا تطاقي بكا أنا تشكي هنا كورت بكا دستي خور و برا روني حالان دي جمعهايا أمي هنا روني هنا لهيلا هلا بندهن سمنة ناخذ وحدة ثانية منغطيها بهالشكل مشان ما تبس معنا القلاش هافو ليمون معناه قوي ما رقيقة ما رناش انها ناشفن تكي يمكن تمسهر بقرا وياكي جي بالعكس تيني ياكي هونو دينن ياكي هونو دينن كمان بندهن شوي سمنة حواليها هيك هلا منعبيها بسم الله الرحمن الرحيم بس فعلا طعم قدايه هفولي ما برخوش بيا هلا رزي جند تيم كيف تش معرب خي اني كي بعري مع زي هو قطش تيكا بيجوري كي خوش ببي وهفولي من بتشتي على شي دك يعني نعم قلت غورمي من الله يسكر بالخير بوي شي فرنسا والله حر تش حر دهاريو هر حفته كي جا من تركيا بي زوت سولي كتشيه تم ما شي دك يعني ملي ابي ما تم تشتي هنا شي دك يا مثلا
كب اللبنية تشتي هنا يعني بربر تشتي هنا او دكت ما كنتو تاكلوها بازدي الا كاشلو نوك نو ما ساقش كيما برنا مثلا ندري تشتي حلب يو بردخن يعني بعد دو اشي هنا مثلا امزونن اتشي دكم اجمالو بيخو علمي امي الله يرحمها كانت طباخة كل اكله مطيب من الثانيه كانت تساوي اي والله الله يرحمها ويرحم امواتها سكها قريب من في شكلي سكت خوان دبي امين اكنون تاكل ما تبسي خوانه ونيه امين اكنون خلاص كان از يك دبي شي وات شيكم بخو بر قولاي منجي حزكن شيك خوش دبي يعني ما يك خاني تنه كنا امين تاقي بكن ها پر 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 قلوی تشت کی نوازه نو وقت محمحسی هونو جمع بی متشکر او شیر ابراهیم لایس کرا بخیر گو گو خالی گو تشتی من اخوری گو مراق دکر گو پر مراق دکر انا بخم اوزی و دارا تشتی هونو خورو پراج بوندن امی بیجی آنو بکن به هوا روی نکره من روی نورا زیده کره و نکنم که سر جی گیرون دکن یعنی و امی مفرنی خوان اکنو مفرنه پیشتا وی خستیه امی بس بانه آنو بکن دور چیر من امی اوی خواه گیرون بکن رقائقی خو بسم الله الرحمن الرحیم امی اونو سر بگرم بس مرو که عجله که گون عجله نکن او دبه نتانه که دپاقه سکت خورم دبه نه دپاقه نه در دبه یعنی اوکی سر بگرن گو و سر گر تشنو بی و هبی هوا پر تازه بی هن های کم ده حوالی ما امی خلاص کنگی و امی ورا بفترن بس من خلص کلون و من رجع کن سقایی هلا من دهن سمنه فوق هیک دور مداراتو حوالی هیک کلو مساوی به هد طریقه بسم الله الرحمن الرحیم على برکت الله هلا ما خلص عندي هاي اول صينيه بطلع معي صينيتين حوالي من دي تفسكي داري نقنا زيبي تفسي تيكم فرني حتى ازيد دي چه ديكم و طالي عمي پیشواكم نقنا ازبانو گي او بكم دور چيرما هنا روني خواده هلا رقائق اجباري اكي روين معنى مارا نفرده نقنا ربعي بانا هذا منظر حط منظر هيك بهالشكل وحده حاج هلا بتلزق معه هلا بس هاي بنحطها بالفرن هلا هاي هلا بنحطها بالفرن الوسطى بنحطها متيك نقورتي عمي بنتها نبيخن بوشي عمي سهر بيخن ودرجة حرارة 180 سادو حشتي حوالي من عمين اخنا سفتح بنبيخن بوشي سر حطينا وحدة ما سوي طبقتين هاي وحدة كبيرة بدي اساوي حوالي من اسكي فاي زاكي مازم دو تشيكم كم موديل نخنا عمين طبق قدن بين سر بالعكس هنا عمين دي صاروني خد لهنا و ویژی هوایی چه دایه تشنا بیانو هیک به هر شکل هلا من فضی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله
هلا بنطحن كنار رقائق هيك مغطيهم. هيك بنظبطهم على السوا. عملنا وحدة كبيرة. هلا بنحط اللوز. هلا بنحطه بالفرن. اصدقائي استوى هون عنا، طلعناه من الفرن، طول معنا شي 20 دقيقة. اصدقائي طلعت تحت وفوق شلون صار. بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا كيف صارت. ها فوليمن مواكي بيسلقوا هيش. سكا فوليمن تشقرن بيه. صاروا بنا. بهذا الشكل. و وای مزنجی هنو چه بی؟ هنو همه بیجی در خینه. بسم الله الرحمن الرحیم. اصدقائی خلصنا به هالشکل. هیک صحن نصار. انشالله عجب کن فکره. اولین من مهنو چیفر و زیخو. بر قولایه، بر سهلیه، تشتی ناغازی حوالی من نخنو بیجی، امی وای مازنجی وارا قد کن. بسم الله الرحمن الرحیم. صوت الانماشی. طلب جواتو به هالشکل. حوالی من ساکی چی گنده؟ رسیم فلفل، چقرنده، تشتکنابیه، نشکیه، نقرفی، ندربیه. اگه چیکر و عجبان فکره این گله گله بخون، مبارک و جاجق و تشتی دیجی مچیکری، مشش برکجی برو چیکره، نه برو، یعنی مهروش، خوش کنگو چیش برکجی چیکر، متش پر چیکری. ما هوانا چیکر و شلیم بعج بینن هوال من و چیکر این گله گله بخون، امشی گله گله بخون. سر بجانی و امت نسونه به دعم و لایک و اشتراک. حوالی من نف خدا بالا کن چکر عت بینی ما آو بکن بلا خیر و آبی اینا پراد بن والله ند به و ساعت و گیا خوش به سر به تعلق نی و خوش و خودش و راضی به و بای بای.